بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو، وفاة إينو نجم مصر السابق إثر حادث أليم. بداية، عزيزي المشاهد، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل جديد تلقائيا. توفى إلى رحمة الله تعالى نجم النادي المصري السابق محمد سلامة الشهير بإينو إثر حادث أليم بعد انقلاب سيارته أثناء عودته من بورسعيد، وذلك بطريق بورسعيد القاهرة الصحراوي عقب أداء واجب العزاء في الراحل مصطفى الشناوي ببورسعيد ظهر اليوم. شكرا لك عزيزي المشاهد، ولا تنسى الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.